دعونا نفترض أن لدي الزاوية ABC وهي تبدو هكذا، ورأسها هو B، وربما موقع A هنا و C هنا. ودعونا نفترض أيضا أن لدينا زاوية أخرى اسمها DAB، أو ربما دعوني أسميها DBA، وسيكون الرأس مرة أخرى هو B. دعونا نفترض أنها تبدو هكذا، إذن هذه النقطة D. ودعونا نفترض أننا نعلم قياس الزاوية DBA وليكن 40 درجة، إذن هذه الزاوية قياسها 40 درجة. ولنفترض أن قياس الزاوية ABC يساوي 50 درجة. يوجد العديد من الأشياء المثير للاهتمام تحدث هنا، وأول شيء مهم ربما أنك تدركه هو أن كل من هذه الزوايا تشترك بضلع، أو اعتبرهم أشعة، أو يمكن أن يكونوا خطوط أو أشعة، لكن لنعتبرهم أشعة، كل منهم يشترك بشعاع BA. وعندما يكون لدينا الزاويتان هكذا تشتركان بنفس الضلع، وهذا ما يسمى بالزوايا المتجاورة، لأن كلمة مجاور تعني إلى جانبه. هاتان الزاويتان متجاورتان، adjacent angles. Adjacent angles. الآن يوجد شيء آخر ربما أنك تلحظه وهو شيء مثير للاهتمام. نحن نعلم أن قياس الزاوية DBA هو 40 درجة، وقياس الزاوية ABC هو 50 درجة، وربما بإمكانك أن تخمن قياس الزاوية DBC. قياس الزاوية DBC، قياس الزاوية DBC، إذا رسمنا منقلة هنا، لن أقوم برسمها لأنها ستجعل الرسم فوضوي، أو ربما علي أن أرسمها بسرعة. فإذا كان لدينا منقلة هنا، فبكل وضوح قياس هذه هو 50 درجة، وهذه أيضا 40 درجة. فإذا أردت أن تسأل ما هو قياس الزاوية DBC، إنه عبارة عن مجموع 40 درجة و 50 درجة. ودعوني أمحو كل هذا حتى يكون كل شيء واضح. إذن قياس الزاوية DBC سيكون 90 درجة، ونحن بالفعل نعرف أن 90 درجة تعتبر زاوية خاصة، إنها زاوية قائمة. زاوية قائمة right angle. وهناك كلمة أخرى تعبر عن الزاويتان اللتان مجموعهما 90 درجة. إذن وهي الزوايا المتممة. إذن يمكننا أيضا أن نقول أن الزاوية DBA والزاوية ABC تعتبر متممتان، complementary، لأن مجموع قياساتها يساوي 90 درجة. إذن complementary. إذن قياس الزاوية DBA زائد قياس الزاوية ABC يساوي 90 درجة، إنهما تشكلان زاوية قائمة عند جمعهما. وهناك مصطلح آخر يتعلق بالزوايا القائمة، عندما تتكون زاوية قائمة الشعاعان اللذان يكونان زاوية قائمة، أو الخطان اللذان يكونان زاوية قائمة، أو القطعتان المستقيمتان تسميان خطان متعامدان، لأننا نعلم أن قياس الزاوية DBC هو 90 درجة، وهذا يوضح أن الزاوية DBC هي زاوية قائمة. هذا يخبرنا نحن نعلم أن DB، إذا أسميتهم ربما القطعة المستقيمة DB عمودية، perpendicular، على القطعة المستقيمة BC. إذن perpendicular على القطعة المستقيمة BC. أو يمكننا أن نقول أن شعاع DB، بدلا من استخدام كلمة الخط العمودي، الشعاع
بي دي يمكن أن يعبر عنه بهذا الرمز، وهذا الرمز يوضح خطين متعامدان بي دي عمودي على بي سي. جميع ما قيل هنا صحيح، وجاء من حقيقة أن الزاوية المتكونة بين دي بي وبي سي قياسها 90 درجة. الآن لدينا كلمات أخرى، عندما يكون مجموع زاويتان شيء آخر، فدعونا نفترض على سبيل المثال أن لدي زاوية هنا، دعوني أسميها زاوية زاوية، واسمحوا لي أن أضع بعض الأحرف هنا من أجل التحديد، X, Y, Z. دعونا نفترض أن قياس الزاوية XYZ يساوي 60 درجة، ولنفترض أن لدينا زاوية أخرى هنا تبدو هكذا، وسأسميها M N O. ودعونا نفترض أن قياس الزاوية M N O هو 120 درجة. إذا أردنا أن نجمع قياسين منهم، دعوني أكتب هذا، قياس الزاوية M N O زائد قياس الزاوية X Y Z، هذا يساوي 120 درجة زائد 60 درجة وتساوي 180 درجة. فإذا قمت بجمع هاتان الزاويتان فأنت بالتالي تقطع مسافة نصف دائرة، مسافة نصف دائرة أو شبه دائرة على المنقلة. عندما يكون لدينا زاويتان مجموعهما 180 درجة يمكن أن نسميهما زوايا مكملة. أعلم أنه من الصعب تذكر كل هذه المصطلحات، 90 درجة هي متممة، أي يكون زاويتان يسميان بعضهما البعض، وإذا كان مجموعهما 180 درجة يتكون لدينا زوايا متكاملة أو مكملة، supplementary angles. وإذا كان لدينا زاويتان متكاملتان متجاورتان فيشتركان بالضلع. إذن دعوني أرسم هذا، دعوني أفترض أن لديكم زاوية تبدو هكذا ولديكم زاوية أخرى، اسمحوا لي أن أضع أحرفا مرة أخرى هنا، سأعيد استخدام الأحرف. إذن لدينا A B C ولدينا زاوية أخرى تبدو هكذا، بالفعل تبدو هكذا هنا سي، ولكن استخدمت سي لأستخدم الدي، لاحظوا ذلك. ودعونا نفترض مرة أخرى أن قياس هذه هو 50 درجة وهذه قياسها 130 درجة. من الواضح أن الزاوية دي بي اي زائد الزاوية اي بي سي إذا قمنا بجمعها سنحصل على 180 درجة، إذن هما متكاملتان. دعوني أكتب هذا، الزاوية دي بي اي والزاوية اي بي سي متكاملتان، supplementary. مجموعهما 180 درجة لكنهما متجاورتان أيضا، إنهما متجاورتان adjacent، ولأنهما مكملتان ومتجاورتان إذا نظرت إلى الزاوية الأوسع، أي الزاوية المتكونة من الضلعين غير المشتركين، إذا نظرت إلى الزاوية دي بي سي هذا سيكون خط مستقيم، الزاوية دي بي سي، ويمكننا تسميتها كذلك بالزاوية المستقيمة straight angle. لقد وضحت لكم بعض الكلمات هنا، والآن أعتقد أن لدينا جميع الأدوات التي نحتاجها للبدء بالحصول على إثباتات، وسأقوم ببعض المراجعة هنا. تحدثنا عن الزوايا المتجاورة، وأعتقد أن أي زوايا مجموعها 90 درجة تعتبر متممة.
هذه 90 درجة إذا كانتا متجاورتين ستشكل الأضلاع الخارجية زاوية قائمة. عندما يكون لدينا زاوية قائمة ضلعي المثلث القائم يعتبران متعامدان. ثم إذا كان لدينا زاويتان مجموعهما 180 درجة ستعتبران متكاملتان، وإذا كانتا متجاورتين ستشكلان خط مستقيم، أو بطريقة أخرى إنه إذا كان لديك خط مستقيم ولديك لديك واحدة من الزوايا فالزاوية الأخرى ستكون مكملة لها، سيكون مجموعهما 180 درجة. سأترككم هنا.